بتميز حدا عن حدا نهائيا والله. وعيونكم شوفوا، بحلف بعيونكم، انا لما احلف بعيون حدا يعني خلاص. بتعرفوا شيء؟ احيانا في عالم بتحكي معي مثلا لو بدهم يحل، مثلا بدهم يقولوا لي مثلا هالشيء ما تحكي لحدا، مثلا شو بيقولوا لي؟ شو بيقولوا لي؟ انه احلفي وعيون امك خلاص. ليش؟ خلاص عرفوا حفظوا. انا مثلا اذا حلفت بعيون امي يعني خلاص، يعني خلاص، يعني انا ما بحكي. هو بشكل عم بحكي، بتعرفوا انه بشكل عام اذا امني على شيء ما بحكي، بسكت هيك بحبس السر. لهيك انا كثير ناس بتامنني على قصص، رغم انه في ناس بيامنوني اصلا ما دخلني فيهم، يعني ما دخلني ابدا فيهم وبيحكوا لي وبيامنوني لو بيعرفوني امينه وبيت اسرار. عجل اسالوا، اسالوا اي حدا بتعرفوه مثلا من الناس اللي مثلا رفقاتي او شيء، يعني عن جد عن جد كثير كثير انه فيني اتامن على سر. وهالشيء جايز كثير حلو، يعني اي حدا ما بيكتم الاسرار بنصحكم تكتموا. والله عن جد يعني خصوصا اذا قصدي اذا حدا حكى لكم شيء والشخص بيكون واثق فيكم كذا، فهمتوا؟ مهم. احلى تيمو احلى ريكو. وهيك يا البنت، في وحده كتبت ماسك ما ماسك، ما فهمت شو التعليق، تثبت وراح. الحين البرنامج صار حلو، تقبريني فرح. شكرا يا قلبي، تقبروني والله. هلا سؤال، لما بكون فاتحه لايف بتروحوا لعند لايفات ناس ثانيه؟ والله مو مسامحتكم. وصلوا الشير 2000. اي ماسك اموره ما فهم. قصدك الحرامي، قصدك الحرام، فكرت ماسك وش للبشره. هاد شو ما حطوا لا لا وشي. حاعملكم في فيديو حلو، في فيديو ببالي حاعمله، والله تحمست له جدا. حتى هدول الشغلات اللي لازم تكون على اساس يعني شرير جايبته بينك، حتى جايبته بينك على اساس يطلع شريره وقناعه، بس لا 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 شريره كيوت، فهمتوا؟ مقنعه كيوت هيك يعني، فهمتوا؟ ارجعي شو جايز، شيلوا شعري، كل حكيوا على شعري شيلوني. جربي، لا 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 انا مشان ما يخرب، يعني اذا هلا شفتوا القناع علي ما حد تحمسوا على الفيديو، حتقولوا خلص شفناها بالقناع، وانا اكون تعبانه يا حرام على الفيديو، اتعب لي 15-20 ساعه على الفيديو، اخر شيء تكونوا شايفين وشي بالقناع هون. لا 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 استنوا للفيديو. ترى والله انا فيديوهاتي اللي بيكونوا فيهم مثلا ترانزيشنات وهيك، يعني هيك وهيك وهيك وهيك، هدول بتعب عليهم 15-20 ساعه. وعيون امي يمكن بتكونوا شايفين الفيديو انه دقيقه، كيف هيك كيف حيطول 15 ساعه، بس الفيديوهات اللي بعملها هيك وهيك شو بكونوا؟ الميك اب لحاله اللي بعمله بكون قوي، فقد ايه طول بالميك اب؟ الميك اب لحاله بياخذ معي 3 ساعات، هي بس ميك اب، هي لسه انا قاعده، هي لسه انا بس قاعده. اللي بين ما ادور على اللبس والشغلات المتناسقه مع بعض، مثلا هلا اخر ترند عملته شفتوه هذا، شفتوه؟ شو اللي بين ما لقيت اكسسوار ولبس شوي هيك شوي شرقي وشوي عربي هيك من فوق لتحت، طلعت عيوني، طلعت عيوني من محلها، فهمتوا؟ يعني كل اغلب الشغلات اخذتها من عند ماما، فانه كثير دورت وكذا. فايه هي ما عدا الفيديو، الفيديو بطول لو بدكم تركزوا شو عم تعملوا، وما عدا كمان قصه تعديل الفيديو لحتى يطلع معكم هيك سموث، يعني يطلع معكم ما في مثلا تقطيش، يطلع هيك انه هيك هيك ما في اي مثلا تقطيش، فهمتوا؟ هذا كله 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 بيتعب، فبياخذ معي 15-20 ساعة. فليش عم بقولكم هاد المحل؟ شو بكي اعمل له فيديو بطول 20 ساعة؟ ما بعرف هلا، ما يعني ما خاطر لي فيديو بالضبط بالضبط، بس هيك في فكرة شوي براسي، بلكي طول 15-20 ساعة. معقول هلا روح علي تعب 15-20 ساعة وفرجيكم الفيديو هلا؟ لا 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 لا، ولا فرجيكم شكلي فيه هلا، استنوا. كثير حكيت نفسي. يعطيك العافية عيوني، تقبروني. والحمد لله فكرة كثير بحمد ربي على شغله، انه اي شيء بتعب فيه حرفيا بجيب نتيجه، يعني ولا مره بحياتي تعبت على شغله وقلت يا الله تعبي راح على الفاضي، لا. يعني هذا الفيديو يمكن بثلاث ايام حيصير 4 مليون، 3 4 مليون كثير منيح الحمد لله. فيعني هيك يعني لما بتتعبوا على شيء بقلب ورب، يعني عن جد يمكن تتوفقوا فيه، فهمتوا؟ هذا جديد الفلتر، الدعم شو اسمه، الهدية جبروت حبيبتي.
تبريني الموشك تجنن. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، حدا ما اجى قال لي الموشك لازقين ببعض. بس لا عم تكون منطقيين، باخر فترة ما كثير عم بلزقون، شوي عم بلزقون، او حاطة مسكرة تحت عيوني، كنت ما احط، من جديد عم احط مسكرة تحت عيوني. الحمرة البني احلى عليكي. شوف الحمرة البني اظن اذكر على اخر فيديو كنت حاطة فيه طبعا الترند بلا عيوني دلال حبيبتي. بحب الحمرة هديك وقت الميك اب الجدي والوضع الجدي، ما هلا هيك عم بحكي معكم كذا، لا اكيد